وبنتابع جولتنا في فرع عين شمس سنتر شاهين، وندخلنا قسم المفروشات. دي تشكيله يا جماعه متنوعه والوان متنوعه من البطاطين، بنديكم بانوراما يا جماعه، وبعدين ان شاء الله مع المتخصص هنبدا نستعرض العروض الموجوده. اهلا وسهلا بحضرتك في فرع عين شمس سنتر شاهين. حضرتك طبعا رب اسره واضح جدا، ايه اللي جابك في سنتر شاهين بالذات؟ استاذنك على طول منين اخد منه على طول، يعني معرفه من ساعه ما فتح، من اول ما فتح اسعاره يعني في حاجات معقوله. والتانيه 2 ريال 6 كيلو. دي التايجر دي مش كده؟ تايجر. ده لون تايجر فارس حفر ليزر. الحفر ده بص يا جماعه، بص يا باشمهندس، في حرف كده حفر، في حفر ليزر. بطانيه طبقتين اتنين. كام كيلو دي؟ دي 7 كيلو. طبعا معانا الاستاذ علي هو مسؤول عن المفروشات. مقاس مترين 20 مترين 40. تمام. والخامه؟ طبقتين اتنين، خامه سفت اسباني. حفر ليزر. على الوجهين. الحفر ده كده على الوشين الاتنين. تمام. نفس الوش كده حفر ليزر. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. كم كيلو قلنا دي؟ دي قلنا 7 كيلو. 7 كيلو. 7 كيلو، في حاجة تانية؟ الله. 20 نعيدها تاني دي. ديت خامات سوفت أسباني واخدة نسبة إكليريك في التصنيع، بتديني درجة الدفء عشان نسبة التدفئة تبقى إيه؟ أعلى. أعلى. برافو عليك. طب بدون وزن. بدون وزن، لا واحد. تمام. دي عاملة 4 كيلو. 4 كيلو. جميع الوزن. سعرها؟ سعرها 379 جنيه داخل المجلة، خارج المجلة 425 جنيه. يعني في تخفيض جامد فيها. في تخفيض من 425 نزلت 379. تمام. 295 كمان. طيب. اللي معانا في العرض النهارده عاملة 295. تمام جميل. حاجة كده يا أستاذ أحمد معانا للعملاء، العملاء كلها بتيجي تسأل عليها، لون جميل أوي 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 معانا، بص حضرتك اللون ده معظم العرايس بتيجي تسأل عليه من سنتر شاهين. جميل. من 425 ل 295. العرض لمدة اسبوع. العرض لمدة اسبوع. تمام يا جماعة. العرض لمدة اسبوع، فرع المرج، فرع عين شمس، فرع جسر السويس، وجميع فروع سنتر شاهين. لكن احنا هنا حاليا في فرع عين شمس. عين شمس. تمام. شاهين مدمر الاسعار. في حاجات تانية برضه. تعالى اتفضل بقى. اديني عروض البطاطين، في عروض هنا؟ في عروض يا باشا. في عروض. حاجة زي كده. عاملة 459 نازلة النهاردة في فرع عين شمس 380 جنيه. افردها كده يا أستاذ علي. هرش يا أستاذ أحمد. 6 كيلو. روح هناك أنت بعد إذنك. ماشي 6 كيلو. الله على الألوان يا جماعة، الله. 6 كيلو مقاس مترين 20. عشان بقى سيبني بقى دي أروقها شوية بقى. تحت أمرك. ده حفر الليزر برضه يا جماعة. حفر الليزر. حفر الليزر يا جماعة. بصوا يا جماعة، بصوا يا جماعة. هنرجح الكاميرا فيها كده شوية. ميزة اللون ده كده. يمشي معاك على اي درجه لون اوضه. دي دبل. دي دبل. دبل. انا بمسكها يا جماعه لقيتها دبل. رقين اهي. اهي. حاجه رقين. بص يا جماعه رقين. تمام. خمس سفت اسباني. 6 كيلو. الله ينور. يعني حاجه تنور والله. حبيبي يا باشا. العرض بس برضه بسيط كده. بص يا جماعه طريقه، بص بقى عايز اتعلم ست طريقه، ست بيت طريقه التطبيق بسرعه كده. ست البيت. طريقة التطبيق يا جماعة مفترة. انت وبنتك هتفتحوها كده، خش عليها نصين. ايوه نصين. ونيجي واخدينها كده كمان نطبق نصين كمان على ثلاث ارباع. بص واحد ماسك ايد وواحد ايد اهي. واحد ثاني ثاني اقفل اليد دي يا علي اهي. بص اهو على الثلث الاولاني دي معانا ايه؟ بظهرها في الكاميرا من بره اهي. على الثلث الاولاني اهو، الثلث الاولاني هناك اهوت، وبنعمل كده وبنطبقها كده. رجعت البطانية في شنطتها. الله ينور عليك. معانا حاجة ثانية برضه 9 كيلو. دي واحدة 9 كيلو من 665 من 665 ل 550 جنيه. جميل. عرض يا جماعه 9 يعني كيلو. 100 جنيه. 9 كيلو 109 نفردها يا استاذ علي. 109 نازله. وريني يا جماعه. الله على الالوان. استاذ علي انت بتنقي الالوان ولا كلها الوانها حلوه؟ كل حاجه عندنا الوانها. طب انا عشوائي كده بعد ما نعرض دي اقول لك اديني دي. اتفضل حضرتك. خلص نخلص دي. عندنا اسود، عندنا تركواز، عندنا مبيتي، عندنا احمر. بص كده يا باشا، بص حضرتك بص يا جماعه حاجه كده. بسم الله ما شاء الله.
ورق الشجر، واخده رسمه ورق شجر كده نفس الموضوع طبعا. حفر ليزر برضه، حفر ليزر على الوجهين، حفر ليزر، حفر ليزر يا جماعه. ومعاها مع العلم البطانيه دي بيتقال عليها 9 كيلو في السوق، بس دي توزن معانا 10 كيلو تمام على الميزان، ومع العرض كده 10 كيلو، ومع العرض طريقه تطبيق البطانيه كده اهو، نعملها برضو كده اسهل في خدش. ثواني يا جماعه، اسهل تطبيق. وريني بقى، انا اختار لك بطانيه كده. احمد الحفر ده يا استاذ احمد جميل جدا، بص جميل. الحفر ده كده تسلم لي يا استاذ علي حبيبي، ماشي تحت امرك. اديني البطانيه دي، الموف الخفيف دي، اي بطانيه حضرتك عندنا. طب افرد لك انا واحده على ذوقي؟ لا على ذوق انا. عينيا مفيش اي مشكله، تحت امرك. بسم الله ما شاء الله حضرتك كده، انت اخترت حاجه كده جميله. ارجع هنا حاجه كده سيمبل. شفتي بقى؟ دي بقى يعني ايه الاذواق الراقيه فعلا. تسلم ايدك يا استاذ احمد، حاجه كده جدا جدا مشجر مع الكلاسيك. ذوق ولا ذوقك بقى؟ لا ذوقك يا ريس، ذوقك يا استاذ احمد حبيبي يا باشا. حاجه كده معاك راجل والله محترم منور الدنيا يا حبيبي. استاذ كريم برضه يعني، استاذ كريم انا بص انا ليا نظره في الراجل المتعاون. حبيبي يا باشا الله يبارك، راجل متعاون بالصح. حاسس ان الشركه بتاعتك اكيد بتخاف عليها؟ اكيد. طب انت دلوقتي في زحمه؟ انا موظف بتعامل انا صاحبها. في زحمه والامر تطور لساعتين ثلاثه عادي عادي تحت. طب وبيتك وعيالك؟ احنا تحت خدمه العميل. صح كده، صح كده، صح كده. دي احسن كلمه اتقالت يا جماعه. وعندنا الزحمه دي موجوده معانا برضو الاستاذ عمر. عمر رئيس قسم المفروشات في فرع في فرع عين شمس. تمام الله. في حاجه بقى زي كده ما قلناش السعر ده يا علي باشا. دي عامله 600 بدل 675 جنيه، يعني 75 جنيه. 600 بدل 675 اه يعني كيلو. بنضرب اسعار في المجله. الله. مع الاستاذ برضو هنفرد معانا حاجه زي كده برضو يا استاذ احمد. خمس سوفت اسباني واخده نسبه اكليريك، هي دي اللي بتساعد على الدفء. قول لي سعرها قبل وسعرها بعد. حفر الليزر 379 ونازله في العرض ب 319. تاني؟ لا 379 نازله في العرض ب 319. تعالى. عسى 22 في 42 لا 1. وادي شكل البطاريه يا استاذ احمد. ايه ده؟ حاجه كده سيمبل كلاسيك. جميل. دي بقى الكلاسيك بقى، تمشي بقى مع الرحاب، تمشي مع اي حد. جميل جميل جميل. واكبر مقاس. طب في كوفرتات وفي حاجات ثانيه؟ جميل. استاذ علي عايز تشوف حاجه للاطفال. زي برضو ما احنا ما نسيناش العرايس، الكبار والعرايس كله والكبار. الاطفال هم خير الدنيا. نفتكر اطفالنا الحلوين. بطانيه حاجه كده تعمل 3 كيلو لوحدها او 4 كيلو. بطانية. الكيس ده فيه، انا شايف فيه بطانيتين اتنين. احنا داخلين جوه العرض بنبيع واحده فرداني واتنين مع بعض، تبقى خامات سوفت اسباني. يعني التلات حتت في منهم عرض تاني. بنبيع شنطه فيها بطانيتين اطفال زي دول، بنبيعها فرداني كده. البطانيه وحدها عامله 255، بنبيعها ب 169 فرداني. الله. الاثنين مع بعض عاملين 475. الاثنين مع بعض عاملين 475. داخل العرض عاملين 430. بنبيع الواحده فرداني اللي هي بتبقى مقاس. افرضها معايا يا استاذ عمر. 180 في مترين 20. خلي الرسومات كده الديزني. الله. تخيل دي بكام بقى يا استاذ احمد البطانيه؟ قول يا حبيبي حضرتك. دي البطانيه دي، البطانيه دي بكام؟ 169 جنيه. سنتر شاهين فرع عين شمس. فرع عين شمس. سنتر شاهين فرع عين شمس. مهرجان نمبر 1. بطانيه اطفال عرض 180 في طول مترين و20 عامله 169 جنيه. والعرض لمده اسبوع. احنا مع بعض بنتابع مفارش سرير. مفارش سرير القطيفه ده غول منها باشا. اتفضل. ده الاطفال. ده اطفال. ده كل ده كده موديلات اطفال. تمام. بتبقى 6 قطع، بيبقى عباره عن مفرش، اتنين خدريه، اتنين مفرش سرير اطفال يا جماعه. مفرش سرير قطيفه اطفال بكام؟ ده كان عامل معانا جوه 600 جنيه بره العرض، وعامل في العرض 405. 405 في العرض يا جماعه. 600 جنيه خارج العرض. عباره عن خدديتين، اتنين كيس خدديه، اتنين كيس مخده، اتنين مفرش. تمام. تاني معانا العرض اتنين مفرش اطفال. يبقى معانا اتنين مفرش اطفال، رسومات ديزني. ايوه. حفر خمس سوفت اسباني. مع الفرنشه دي. تمام. كل الفرنشات دي كده معانا. يبقى اتنين مفرش. اتنين كيس خدديه. ايوه. واتنين كيس مخده. انا لحاف. لحاف اطفال. اطفال نعرضه. لحاف اطفال. ادي يا استاذ احمد اهوت برضه. تعالى اتفرجي يا استاذ، تعالى اتفرجي معانا. ده حاجه كده يا استاذ احمد. ده لحاف. ده لحاف اطفال. ده دبل فيس، بتفرش معاك على الوشين الاثنين، خليك بس معاه في المفاجاه. طب لا لا معلش اسالك، انا هاخد رايي بس الاستاذه. ايه راي حضرتك في اللي بتتفرجي عليه ده؟ لا حلوه، خامته جميله. حلوه قوي، تحفه. طب انا اسالك سؤال ثاني، اشمعنى سنتر شاهين؟
سنتر شاهين ده حاجة معروفة طبعا. كفاية الخامة ومعاملة. معاملة، شفتي أنا عجبتني كلمة المعاملة والسعر إيه أخباره إيه؟ الأسعار حلوة. لا تحفة. تحفة. العروض جميلة. يعني أنتم من رواد سنتر شاهين بقالكم كتير؟ أه طبعا. يعني أنتم متجهزة من هنا؟ أه على طول. حاجة كويسة ولا حاجة؟ جدا. تمام؟ حاجة بتستحمل. أه. مبروك عليكم سنتر شاهين ومبروك عليكم كرنفال نمبر 1. ربنا يحميك يا رب. اتفرجي معانا. نمبر 1. بص بقى استاذ احمد نرجع تاني للحاف دبل كيس ده الحاف دبل كيس ده 8 قطع عباره عن 2 لحاف 2 كيس خداديه 2 كيس مخده 2 ملايه. السعر قبل العرض وبعد العرض. السعر يا استاذ علي السعر عامل معانا قبل العرض 495. ايوه 495 نازل معانا في المجله 425. وهو عباره عن كام قطعه كله؟ 2 لحاف 2 لحاف 2 ملايه 2 كيس خداديه. تمام. ده استاذ احمد بيتفرش معاك ادي وش حضرتك وادي الوش الثاني كمان ومعاه طريقه تطبيق الست ومعاه طريقه التطبيق بتاعته. ايوه وريني بقى الطريقه ثاني الست نتعلم مع بعض. واخد الخياطه دي كده يا استاذ احمد ممكن تقرب الكاميرا. ايوه معايا. عشان ما تخشش الخامه على جنب. دي غرز كوبتونيه. ده واخد رول فايبر حرالي حراري واحد. بتاخد غرز كوبتونيه عشان حضرتك ما تلمش الوقت لما يتغسل ما يلمش على جنب ويسيبها جنب اهو دي على ثلاثه. ايوه ايوه وبرده التلت يا جماعه والتلت وتتطبق وتتعال تطبق. ايه رايك في الطريقه دي؟ جميله؟ بدل ما تعلم سكه عليا ولا لا احنا سهلين جدا اهو. ربنا ينوركم حياتكم ينور لكم حياتكم كلها يا رب. يا جماعه تجهيز عروسه لسه شاريه حاجات وهي قالت لي مش عايزه اظهر في الفيديو. هديه لاختك من غير وش هديه لاختك؟ ايوه الحاجات دي بتاعت مين يا بابا؟ بتاعت اختي. عروسة ولا مش عروسة؟ عروسة. فرحانة لها؟ انت اللي قلت لهم سنتر شاهين؟ ايوه. فرحانة؟ يلا خد الشهادة ونجيب لك حاجتك برضو من سنتر ايه؟ ان شاء الله. شوفوا يا جماعة فرحة الأخت لأختها، ربنا يسعدكم يا بابا مع بعض. نزلنا مع صحبة الأستاذ علي. بتعمل لنا يا أستاذ علي؟ بنقدم لحضرتك النهاردة طقم ملاية أطفال ست قطع. ست قطع. ده المجموعة ناخدها البنورامة بتاعتها؟ البنورامة بتاعتها يا جماعة أهي. جميل كل دي كده مجموعه. طيب لو خدنا عشوائي القطعه دي نفردها؟ نفردها ما فيش اي مشكله. افردها يلا معايا دي. دي بتبقى يا استاذ احمد قبل ما نفتحها كده واحنا بنفتحها لعملائنا عشان نفرجها عليها. اه تبقى 2 ملايه 2 ملايه 2 خدديه 2 خدديه 2 كيس مخده. جميل. والسعر قبل العرض؟ السعر قبل العرض عامل 189 جنيه. وبعد العرض؟ بعد العرض 149 جنيه. انت بتخفض حلو قوي خليك معايا. كام؟ ده عامل 189 قبل العرض وعامل 149 بعد العرض. هو نفس الطقم. وده 165 مش هنفتح ده غيره. بص يا استاذ احمد بالراحه. بص يا استاذ احمد دي حاجه بيتقال عليها ان هي مشجر رسومات ديزني. اه مشجر نفس الرسومات الديزني دي كده بالظبط. اه في حاجه ثانيه بتبقى اللي فيها التطريز ده كده زي كده تطريز خارجي. ده تطريز خارجي غير الرسومات المشجره. نفس التطريز ده كده اهو مضلعه نفس التطريز ده بارزه لبره بارزه لبره. ادي خدديه تقريبا كده. كم صنف من المنتج ده؟ كم تشكيله؟ يعني مثلا المصنع ده فيه بتاع حوالي 6 موديلات منه وده فيه منه رسومات موديلات اكتر من حوالي يعني في اي وقت هيجوا يلاقوا 14 صوره. اه طبعا والجديد دايما نازل كميات البروموشن كلها بتبقى متواجده. كل النجاح يا رب بتاع المجال كله لسنتر شاهين فرع عين شمس والكرنفالكم كرنفال نمبر 1. ما زال يا جماعه نتجول في زي ما تكون في جنينه او في بستان باشا. احنا زهر لزهره. احنا في مكاننا وجايين عشان نفرح عملائنا النهارده. اه يعني احنا جايين مكاننا وجايين نفرح عملائنا مع الحفله. بتعرض ايه؟ ده مكان بنعرض النهارده مفرش قطيفه 3 قطع 2 لون. بتعرض لي مفرش؟ بنعرض لحضرتك مفرش النهارده مفرش قطيفه 3 قطع كبار 3 قطع مفرش قطيفه 3 قطع. المفرش مقاس مترين 20 في مترين 40. وادي دي خدديه المفرش معانا مفرش متطعم. دي الخدديه دي الخدديه مفرش متطعم بالجبير. بص يا جماعه الجبيرات دي كده. آه. مفرش 2 لون بيبقى داخل فيه اللون ده اللون السكري برضو مع اللون البادو روز حفر. آه. ليزر حفر ليزر كل ده كده خامات حفر ليزر. بص يا جماعه الخامه متطعم بالجبير والدانتيلا. ممكن نفرش لحضرتك برضو المفرش تشوف مقاسه. يا ريت معاك لحبيبك معايا الاستاذ كريم اهوت هيفرش معانا. بص كمان يا استاذ علي الحرف بتاعه
عامل ازاي؟ متطعم بالجبير والدانتيلا، دي حاجه جديده ما بتنزلش غير في المستوى. لا جديده دي من سنتر شاهين، وخامه المفرش اسباني، خامات اسباني، تمام، اللون حاجه جديده. جميل جماعه، اللون الطوبي مع التنسيق الوان كموديلات، في البيج في، لكن النموذج ده نازل في العرض كام؟ ده كان عامل بره العرض 1150، نازل معانا في العرض 870 جنيه. اكتر من 200 جنيه. اكتر من 200 جنيه، احنا النهارده جميل يا جماعه، عندنا مهرجان النهارده نمبر 1، ده خمس قطع. جميل جميل. اه يا استاذ احمد. الله. ده مفرش قطيفه خمس قطع. برضه يا جماعه ليزر، نفرده مع بعض؟ نفرده مع بعض. ده يا جماعه على السرير. ده كان عامل 359، شاهين في فرع عين شمس بيضحي ب 288، خمس قطع. تمام، خمس قطع. خمس قطع، ادي واحدة من القطع. ادي مفرش من القطع. مفرش مقاس مترين 30 في مترين 40. حاجة كبيرة كده. الله الله الله. حفر ليزر، رسومات مشجرة. المفرش برضه فيه كرانيش وفيه فرنشة. في فرنشة من تحت يا جماعة، اهي جميلة. عشان برضه تزين السرير بتاعك لما تفرشيه. اتنين كيس خدادية بتوع، بص يا أستاذ أحمد، خدادية عاملة زي المخدة. حاجة كبيرة. بسم الله، ده كبيرة 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 كمان. بسم الله. دي حاجة نفس. لا لا لا، دي حاجة أنا عن نفسي دي حاجة تهوس. دي بقى حاجة كده يا أستاذ أحمد، يعني إيه؟ رقم رقم سيمبل. بصوا يا جماعه، ما الرقم ده كمان يا جماعه ايه، بس حاجه تحفه. كان قبل العرض كام؟ دي كانت قبل العرض عامله 1750، يعني حوالي 400 جنيه يا جماعه. نمبر 1 يا جماعه، ده بيبقى عباره عن ست قطع. ما هي مفرش بس يا استاذ احمد، دي معاها ايه؟ عشان سعرها كده، معاها ملايه قطن 100%، قطن هديه 100%. دي الخدديه، دي الخدديه بتاعتها. نركنها على جنب حاجه، دي الخدديه. يبقى معانا اتنين كيس خدادية، وادي معانا واتنين كيس خدادية قطن. احمد ادي معانا الاتنين خدادية، ادي خدادية. ايوه. وادي الخدادية التانية، ومعانا ملاية. الملاية واخدة نفس رسمة الخداديتين. نفس رسمة الخداديتين بالظبط، وماشية مع درجة اللون بتاع المفرش. تمام، يعني عايز اقول برضه الدخلة. بص مقاس الملاية دي يا استاذ احمد، مترين 20 في مترين 40. برضه القطن، القطن قطن يا استاذ علي. قطن صافي 100%. لا لا، القطن قطن ولا يا استاذ محمد؟ 100%. القطن قطن. استاذ احمد، الميزة هنا ان الملاية معاها نفس اللون بتاع الخداديات بتاعتها. تمام. طقم. وادي ايه؟ معانا مفرش قطيفة برضه كذلك الأمر، ثلاث قطع. ده برضه بيطعم بالدانتيلا. دانتيلا يا جماعة. والجبير. والجبير اتنين لون. بص يا جماعه بيلمع ازاي، زي بص الضي بتاع اللون. معانا اتنين لون في قلب بعض، بيبقى نفس الرسمه كده يا استاذ احمد بتاعه، هيبقى شكلها كده عسير يا جماعه. نفس الرسمه، الجبير متطعم بالجبير من تحت من عند الكنار، واخد اتنين لون، معاه الاتنين خداديه بتوع متطعمين بالجبير. ده حاجه كانت عامله 795 مع نمبر 1 سنتر شاهين 629 جنيه. واخدنا فين يا استاذ علي؟ واخدك يا باشا كده عند حاجات بسم الله ما شاء الله، يعني من غير فلوس. تعال وريني حاجه كده بنبيعها من غير فلوس. لا ازاي في حاجه من غير فلوس؟ خدت حاجه من غير فلوس؟ ما خدناش احنا عايزين. تعالى برافو عليك، برافو، انا معاك في دي. هتلاقي حاجه زي ديت يا استاذ احمد ب 169 جنيه. هي اللي تقول، ايه رايك في السعر ده؟ هتلاقي حاجه زي كده بره ب 169 جنيه. بس انا من رايها طالما قلت غير فلوس يبقى تعمل ايه؟ 169 جنيه. واخده رسمه ورق، ماشي، واخده رسمه ورق الشجر. تمام، نفس الرسمه كده بالظبط، حفر ليزر، خامات سوفت اسباني، ورق شجر. راق واحد. جميل جميل، راق واحد. افرد معانا كده يا استاذ كريم. ده يا استاذ احمد كانت عامله، انا ملاحظ ان هنا اقبال من الجماهير ما شاء الله. دي بقى كانت عامله كام معانا يا استاذ احمد؟ وشين. كان كام؟ 289. بقى دلوقتي 209. 209. 209. دي لا، وش واحد. وش واحد. وش واحد نفس الرسمه. خامات سوفت اسباني. خامات سوفت اسباني. اديني بقى الحته اللي في ايدك دي كده. دي 4 كيلو يا استاذ احمد معانا. تمام، 4 كيلو. في حاجه بقى زي اللي الاستاذه هتديها لنا كده نعرضها. الله، ايه اللون الجميل ده يا علي؟ حاجه كده حلوه يا استاذ احمد عشان بس يذوق حضرتك انت. لا هي حاجه تزغلل العين بس، وريها للاستاذه. اتفضلي. دي مقاسها 220. ايوه. في 240. بكام اهم حاجه قبل العرض؟ واخده خامات، واخده الحفر الليزر في كل الاماكن. قبل العرض يا علي؟ قبل العرض عامله 209. وبعد العرض؟ مش هتصدقني يا استاذ احمد والله. قول لي. والله ما هتصدقني. قول. 129. 129. 3 كيلو. جميلة يا جماعة. تمشي بطانية وتمشي معاك دفاية. لا هي حلوة. دي بقى حلوة. حاجة تستخدمها في أول الشتاء كده يا استاذ احمد. كده فرشة على السرير كده ايه؟ يا استاذ احمد. نعم. بعنا واحد على حس حضرتك هنا للحاج جاي. تنزل عليكم بالبركة والهنا يا حاج. اشمعنى سنتر شاهين؟
كل حاجه فيه، وبصحه ربنا بيقدر الجمهور و... وحنين. يعني انت زبونه من زمان؟ من زمان اكيد. خد بقى لو غيرت حد قدك غير نغير؟ لا نغير فين؟ في حد تاني؟ لا 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 لا, لا. ربنا الاصاله من عندك ومن عند سنتر. تمام ربنا يبارك لك فيها. 29 مفيش بقى السودا؟ خمس سفت اسبان هنجيب لك حاجه ثانيه تتفرج عليها. الحاجه اللي تطلبه اوامر يا علي. بص بقى استاذ احمد، بص بقى الاستاذه بتتصفح المجله. فيش حاجه عجبتك؟ لا في حاجات كتير قوي. الرسمه دي بقى استاذ احمد يعني انت بتاخد منك وقت كبير. اكيد طبعا. 52 صفحه احمد. اكيد طبعا. جايه لحاجه معينه حضرتك؟ والله لسه جايه. يعني ربنا هنا على طول صراحه. ربنا وانت بتيجي هنا على طول؟ كل اسبوع هنا طبعا. ربنا يبارك لك ويحسن سوقك وسوق السنتر ان شاء الله. شكرا استاذ احمد. بص بقى التحفه دي حاجات كده تحفه استاذ احمد معانا. ايه يا جماعه؟ لا بصراحه يعني حاجه اخد دي ولا اخد دي بصراحه؟ حاجه مش محتاره يا حاجه؟ ها؟ محتاره بالالوان؟ مش محتاره، الحاجه اللي انا عايزاها موجوده هاخد. يعني عايزين على اسمر دي. التنوع موجود في صالحك. في صالحي طبعا. طبعا مش كده؟ ربنا يديهم الصحه. في حاجه لقيتيها مش كنت نفسك فيها وما لقيتهاش؟ هم في حاجات كنا عاملينها بس لسه ما جاتش. يعني انت هتطلبيها ان شاء الله؟ هطلبها ان شاء الله. ان شاء الله. هي موجوده؟ عايزه بقى الاسود من شويه. نازله. بص يا استاذ احمد تشكيل. بص يا استاذ احمد تشكيل الوان. ازيك يا حبيبي؟ بص يا استاذ احمد كمان نص ساعه. بص يا استاذ احمد الله. بص الحاجات الحلوه بتاعتنا يا استاذ احمد. دي تقيله دي. بص حاجات سنتر شينا يا استاذ احمد. بص الالوان. بص الالوان معانا عامله ازاي. بص يا استاذ احمد جميل. طب برضه توتال كده الالوان ده قبل عرض وبعد عرض كام عشان الناس تطمن؟ ده قبل العرض عامل 289 والعرض 209. يعني من 289 جنيه ل 209. 80 جنيه وافر في البطانيه الواحده عشان نمبر 1. يعني لو قطعتين يبقوا 160 جنيه وهكذا وهكذا. كل ما تاخد كل ما هتلاقي خصم. قسم المفروشات يا جماعه. احنا لسه بالنهار. كريم تعالى افرد لنا كريم للحاجه. تعالى افرد لنا للحاجه كده يا كريم. اهي اهي بصي زغروطه بقى. اهي زغروطه بقى. زغروطه بقى ربنا يبارك لك. ربنا بقول لك ايه؟ ما جاتش على فكره في الكاميرا. اصرف اتنين بيبسي هنا بسرعه. اتنين بيبسي بسرعه. المصريين مشهورين بالزغروطه. دليل الفرحه ودليل الفرحه والسعاده والرضا على المكان. وهم حاسين بالجمهور وحاسين بالايه بقى ان هم بيقدروا الناس. بيقدروا الناس. وربنا يقدرك في مقامك دنيا واخره يا رب. الله يرضى عليك. الله مفيش كيس بقى بقى. وبعد جولتنا يا علي هنترك المكان ونروح على دي منطقه الكاشير برضو يا استاذ احمد معانا. العملاء بتاعتنا وهي طالعه بالبضاعه بتاعتها. تمام تمام. كل العملاء شاريه. كل العملاء مبسوطه الحمد لله. الناس النهارده في كثافه في العدد الحمد لله. في ناس كويسه. تمام. الجمهور النهارده متزايد والمقابله كانت كويسه. كل الشكر والتقدير ليكم. حضرتك مبسوط ولا زعلان من العرض اللي انت خدته؟ لا زعلان. ليه؟ قول لي ليه بجد؟ لا مؤاخذه مبسوط طبعا. مبسوط. حاجاتك النهارده سوقت بحاجه بحريتك. تمام. والحمد لله الاسعار كانت مناسبه ليك. مناسبه. والف الف مبروك. الله يخليك. برضه يا جماعه اللهم صل على النبي طالع بالشات تشكيله. ربنا يدخل عليك بالخير والسعاده ان شاء الله. نخرج يا جماعه. الناس كلها يا جماعه النهارده يوم مش عادي. السلام عليكم. السلام. مبسوطه يا حاجه؟ مبسوطه بوجودك والله. انا حاسس ان انا انت تتخش اي قلب والله. الله يبارك لك. النهارده كانت جوله حلوه جوه السوق. لا والله جوه السنتر. جابتك منتجات جميله والله. كل حاجه تجيبها بتيجي عندنا ليه طيب؟ على طول عشان حاجات كويسه. وهتوصل لحد بيتجوز تيجي انه يجي. طبعا بجهز بنتي اهي عروسه. ولو واحده قريبتك هتجيبها هتقول لها؟ اه طبعا. على الحق ولا على الباطل؟